سمعتهم عم يحكوا بالحارة وعم يقولوا إنه أبو حاتم قتل زلمة ناوي يقتل رئيس الكركون أبو جودة. يا مو يا مو بسم الله عليكي بسم الله عليكي. مرحبا حدوه. اهلين بالعقيد. معلمك هون؟ لا والله يا عقيد. وينو؟ اجوا عناصر المخفل واخدوه. يا باطل ليش اخدوه؟ والله ما بعرف يا عقيد، رح اجن. عم يقولوا في عليك كذا تاني. شي عطوا اتحرهو مجتمعين بالمضافة. يا الله شو بعرفك قوي من هيك؟ شوفي ولادك حولك وحولك اضرب مرعوبين. شو صار ليه؟ مصيبة مصيبة يا امزكي، واحد فوق راسنا مصيبة. من شان الله اهدي يا مو اهدي. يو إيه، لا مصيبة ولا شيء، الله يبعد عنك المصايب. اكيد اكيد هاي القصة مو مزبوطة، وبيجوز جماعة الكركون مستشبهين في استشباه. الله يسمع منك يا امزكي، الله يسمع منك. لك والله حاكي بعمره ما عمل ابو حاتم. لك هل يقتل الان؟ لك ابي عمره ما حمل سلع غير بوش الفرنساوية لما التجأوا على الغوطة. ايه ابي ما في احد منه بالدنيا كلها. مطيعة قومي ساوي لامك كاسة مليسي قومي. حاضر. لا لا مطيعة عملي لك كاسة ليمون لامك. مالك شايفة اضرب وش اصفر ومخطوف لونه. ام حاتي استهدي بالرحمن لك اختي وخلي ايمانك بالله قوي شبه. لا اله الا الله. الله الظالم.